لا هو البطل ظاهرة البطالة ظاهرة مقلقة في المجتمع الفلسطيني، تؤدي إلى العديد من المشاكل بالإضافة إلى نقص في الأموال اللي بيسبب توجه أو انحراف من قبل الشباب لبعض الأمور السيئة كالسرقة كتعاطي المخدرات بطريقة أو بأخرى. فموضوع البطالة موضوع خطير جدا، ومن المفروض أن على المستوى الوطن بشكل عام أن يكون في اهتمام ملحوظ من قبل المسؤولين من أجل القضاء على ظاهرة البطالة في المجتمع الفلسطيني، من أجل العيش بكرامة وفتح مشاريع عمل للطبقة العاملة الفلسطينية أو الأشخاص اللي يعني لا يجدوا فرص عمل جيدة تتلائم مع المصاريف الباهظة في الحياة اليومية، من غلاء أسعار، من عدم توفر السكن، في كثير يعني مشاكل مرتبطة في ظاهرة البطالة الفلسطينية. أول شيء إحنا لازم الواحد يحافظ على جسمه وعلى رشاقته. أنا واحد من الناس كان عندي بعاني، كنت من سمنة زائدة، فقدرت إني في الإرادة وبالرياضة إني أخسر وزن كثير منيح من وزني، لأنه الإنسان لازم يحافظ على صحته، من أجل أنه صحته مهمة إنه يحميها من الأمراض السكري، الضغط، الكوليسترول. لازم الإنسان يحافظ على صحته قبل ما هو شباب أحسن ما هو يكبر. إذا بدي أحكي عن الوضع في البلد، يعني في الوضع الاقتصادي الكل بيعرف إنه مش جيد في البلد. أنا مثلاً إذا بدي أحكي عن حالي كرجال متقاعد، عندي 3 بنات بدرسوا مع بعض في جامعة بير زيت. هسا اللي بدي أشكي منه إنه تكاليف الجامعة والدراسة صارت مضنية جداً للجميع، حتى اللي معه فلوس الرسوم بتكون غالية عليه، فكل قسط بده يدفعه بده يدور على مصادر شتى، وكثير أحياناً ما بيقدر. فأنا 3 بنات اللي بدرسهم مع بعضهم جامعة بير زيت عم بكلفوني دفعة كبيرة وصعب الواحد يجيبها. بعدين بما اني متقاعد رحت اسال قديش بيقدروا يضيفوا لي على التقاعد تبعي عشان اللي بدهم يتعلموا البنات، فبيحكوا لي انهم بيدفعوا لي كل شهر الواحده بتكلف 20 شيكل، بيضيفوا لي على راتب التقاعد تبعي الحكومي 20 شيكل بالشهر. طب هم يحسبوها قديش بتكلف مثلا، بدناش ندخل بتفاصيل ايش وايش، بس المهم انه الوضع صار مضني على الناس بامور كثيره، وهذا التعليم وغلى التعليم في البلد اهم واحد فيها، انه احنا مش قادرين نعلم بنصير. الحقيقه اني حابب، انا لاني تاجر في رام الله وبشوف كثير مشاكل في رام الله، خاصه رام الله والبيره، وفي عندي عده قضايا، بس يعني ممكن انا احكي في قضايا بسيطيه وهامه جدا. يعني انا بلاحظ انه كتاجر البسطات اللي في المدينة المزبوط مؤذية كثير كثير كثير، وبعدين تعرقل حركة المرور على الأرصفة وأمام الشوارع العامة، وخصوصا الشوارع اللي عملتها مزبوط مشكورة بلدية رام الله وبلدية البيرة، هلأ عملتها كجنة بس صارت المزبوط مزبلة، وخصوصا شارع القدس مقابل الحسبة. مقابل الحسبة أنا سألت عدة مرات بلدية البيرة، فبعض الأعضاء حكولي إنه إحنا مش قادرين نسيطر على المدينة لسبب واحد. عفوا أنا بدي أحكي صراحة بقول لك، هو تبع بلدية البيرة اللي هو أحد أعضاء بلدية البيرة بقول لك اللي ماسكها تنظيم رام الله. هذا تنظيم رام الله بأخذ من البسطات، معني إنه يبسط أمام المحلات التجارية بسطات خضار وصياح وسخ وبهدلة وبقيمة، برمي الزبائن على الأرصفة وبرمي الزبائن تحته. السبب الوحيد اللي أنا بحكيه إنه هذه هي
قضية إنها مفروض تكون مزبوط إنسانية ويخلقوا بدائل إلها، البديل إلها في كثير مراكز تجارية بتقدر تعمل فيها بسطات، بتقدر تعمل فيها بالأسبوع يوم، في عنا أنا بدلكم إذا أنتم مش عارفين، أنا بدلكم على أماكن اللي بسطوا فيها في كل دول العالم، ببسطوا يوم بالأسبوع أو يومين بالأسبوع. هذه بتحد من البطالة في السوق. اثنين، إنها كمان المدينة رام الله والبيرة إلها سمعة رهيبة، هي مدينة باعتبار سياحية. فأنا اللي بلاحظه أنا إنه مهملين في الأبسطات. هسا بالنسبة لفتح حماس الوحدة الوطنية منقسمين كثير، مثلا الشهداء لفتح حماس، ليش الشهيد بتكفن في علم حماس؟ ليش الشهيد بتكفن في علم فتح؟ الشهيد بيستشهد مشان الوطن، ما بيستشهد مشان فتح ولا مشان حماس. فكل الشهداء بيستشهدوا للوطن، وطبعا إنه إحنا فخورين بشهداء الوطن. يعني انتشار ظاهرة الفيسبوك بين كافة الفئات العمرية في فلسطين تحديدا بين المراهقين لم تأتي أكلها. في البداية كان ظاهر العيان أن ظاهرة الفيسبوك هي ظاهرة إيجابية، ما ثبت هو العكس، ثبت أنه الفيسبوك كأداة اجتماعية كوسيلة تواصل اجتماعية لها ضرر أكبر من النفع، خصوصا في مسألة العلاقات الاجتماعية اللي كان الهدف المنشود منها هو توضيد العلاقات الاجتماعية، استثمارها في هذا الجانب من أجل يعني خلق شبكة علاقات اجتماعية ناجحة، ما ثبت هو العكس في رأيي. ليش؟ لأنه أولا فقد عنصر الاشتياق، يعني التواصل على الفيسبوك أفقد عنصر الاشتياق، أفقد عنصر المحبة، كثير من الإشاعات والقضايا. اثنين، صارت يعني صار الفيسبوك وسيلة اجتماعية للأسف الشديد يعني ممجوجة، صار وسيلة اجتماعية يعني مش فعالة. ليش؟ لأنه في كثير من الأشياء التي تنشر على الفيسبوك أفقدت الفيسبوك قيمته. والله أجرات البيوت عالية بشكل، الواحد بيضطر يروح يشتري شقة والله بعلم بقدر على قسطاتها ولا ما بقدر. بعدين يعني لما انت تدفع ان كان اجار ولا دفعة البيت، يعني شو بده يضل لك؟ يعني لموظف او موظفة شو بده يضل له لياكل، ولا اذا عريس جديد بده يكون في بيته ولا اشي. يعني لولا هون في بلادنا يعني الاهل ببحروا على الواحد بتطلعوا، ولا القرايب بتطلعوا على بعضهم. يعني هاي واحدة. الثانية يعني كل سنة بيقولوا لنا الأمور تحسنت، أو أنا تحسنت، والله ما احنا شايفين إشي مستورة. أنا أزود إشي كهرني يعني ما بعرف، يعني لا في حل سياسي ولا في حل اقتصادي، والغلا نهش تعبري على الخضر جيبوا كلك أكل إشي 100 شيكل. لا إحنا 4 أشخاص باي ذا واي في البيت، أكل مرة عند الخضر جي 100 شيكل، أكل مرة عند اللحام بده 500 شيكل 600 شيكل. يعني شو والله لازم يراعوا الناس ويديروا بالهم على الناس. قالوا لنا في ناس معهم وناس معهمش وناس مش كادرين وناس كادرين، يعني يتماشوا مع العالم حسب قد ما بقدر يساعد. يعني حتى لما بشوف واحد حالته شوية تعبانة برضو يدير باله عليه. هيك هذا من جوا الكلب، لازم يكونوا من البني آدم، يعني هو شخصي لازم يميزها في راسه الدكتور أو أي إنسان في العالم. وشو بدي أقول لك، يعني هذه الدنيا في الواقع أنه الأجهزة الذكية أو الفيسبوك أصبح في مجتمعنا الفلسطيني هي أسلحة دمار شامل بالنسبة للتأثير على وسائل الإعلام الفلسطينية المرئية والمسموعة والمقروءة. فهناك مغالطات كثيرة تحصل في الفيسبوك عندما يقوم الإنسان بوضع أسماء شهداء أو مواطن حصل معه أي ظرف من الظروف، فيكون هذا الموضوع هو تشويه للعمل الصحفي. اقتصاد رام الله أنه طبعا فاشل من ناحية أنه ما فيش صادر وارد بالنسبة للموظفين، يعني ما فيش اقتصاد عشان الرواتب بالمرة بتساعد. إيش أجورات الدور غالية، الأسعار الخضرة غالية، اللهم صل على محمد. يعني كل إشي واحد مش قادر أصلا يجيب خلفة عشان ما فيش رواتب منيحة.
مش قادر يتجوز ويحوش عشان الرواتب مش منيحة. يعني لو في بيطلعوا موظفين مثلا عن الخليج يصيروا مثلا يشتغلوا ويصيروا يعطوا لأهليهم هون، لو نسوانهم هون 2000 و3000 شيكل بيعملوا اقتصاد.